علي اللي يشوف الكوره على ارض الملعب. لا بتكلم على ماتش الاهلي ماتش الزمالك والاهلي. قول لي بقى من هداف عالمي زي احمد حسام ميدو, ايه بقى اللي انت شايفه في وسام ابو علي الناس مش شايفاه او الناس مش مدياله حقه فيه؟ اول حاجه الراجل ده وهو معهوش الكوره وهم وفرقه الاهلي معهوش الكوره بيعمل مجهود كبير جدا يا ابراهيم, وانت شفت في الملعب احنا محضرين على فكره لقطات للنقطه دي تحديدا, بيضغط في كل حته متعب وانا دايما بقول ان الراس حربة اللي بيجتهد بالشكل ده ربنا بيكافئه. يعني انا دايما عقدتي كمهاجم طول عمري ان انا طول ما انا مموت نفسي في الملعب هتجيلي فرصه. ايوه لو كسلت الفرصه دي مش هتجيلي, ولو جاتلي هتضيع. فانا لا بالحقيقه كنت اول مره اشوف وسام ابو علي في الملعب بيعمل ضغط ومجهود كبير جدا والاهلي معهوش الكوره, وهو بدايه التنظيم الدفاعي بدا من عنده. والجول اللي جابه امبارح على فكره يا ابراهيم الناس تقول لك ايه ان هو جول سهل, لا ده مش جول سهل, ده جول بتاع واحد عايز. ايوه جول هو رايح في الحته دي, وخلي بالك مش اي حد يروح يكمل في الحته دي. صح. فهي دي الحته اللي انا كنت بقول عليها, وهو معهوش الكوره غير كده, وهو معاه الكوره بيتحرك تحركات خطر جدا لان هو ذكي جدا, دايما بيبدا على المساك البعيد. انا بقى شفت في الملعب قدامي انا ببقى مركز يعني مع الفراو ده يعني بالذات, دايما بيبدا على المساك البعيد, وتوقيت جريته في ضرب الاوفسايد في ذكاء كبير جدا. ده غير ان هو عنده تكنيك كويس جدا في الكور الثابته. ماتش الزمالك شاط واحده صعبه جدا لان هي من قريب, ان هو يعمل دي بيقول عليها الدب اللي هي بتاعه دروجبا وبتاعه رونالدو وبتاع عملها يعني كانت 10 سنتي من جنب القايم بتاع بتاع واد. لكن في رايي ان ودايما لازم زي ما احنا اتفقنا ان احنا زي ما في لعيبه بتيجي وبنقول اللعيبه دي ما ينفعش تلعب في الاهلي والزمالك, اللي فكر في التعاقد مع اسامه ابو علي معلم. لان فعلا مش محسوب عليك لعيب اجنبي, لعيب صغير ولعيب بيلعب بقلب وروح. صحيح. انا احب اللعيب اللي بيلعب بقلب وروح وبيلعب ب ب ب ب يعني ودخل جوه الفرقه بسرعه, عمل علاقه زي ما احنا شايفين مع الجمهور بسرعه. دي نقط مهمه جدا. خلي بالك ان الراجل ده اسامه ابو علي ده هو مش مصدق نفسه بجد, لان هو كان بيلعب في الدوري السويدي ده دوري كده يعني لذيذ, شوكه وسكينه لا وهدوء يعني, ويوم ما بيجي لهم في الملعب 15000 ده معجزه يعني. فان هو امبارح ان هو بيكسب بطولات, بيلعب قدام جمهور 50-60 ألف ناس بتشجع طول الماتش, ناس جايه قبل الماتش باربع خمس ساعات, اعتقد ان هو بيعيش افضل ايام حياته. ومره تانية لازم نشيد دايما باي حد يجيب لعيب كويس. صح. صح. انا في رايي ان صفقه اسامه ابو علي صفقه معلم, ونقطه كمان ان هو مش محسوب كاجنبي, دي نقطه طبعًا مهمه طبعًا جدا. طبعا طبعا يعني انت طبعًا جاي بتحل مركز كان عامل لك صداع على مدار سنين طويله. لا وهو مهاجم مميز جدا مش محسوب عليك ومش يعني بيملى مكان من اماكن الخمسه بتوع الاجانب, فطبعا لا هي صفقه من كل ناحيه مفيده. لا والتوقيت بتاعها ابراهيم لان خلي بالك اسامه ابو علي جاي بعد كذا مهاجم ما نجحش. صح. فان هو ده يجي وينجح ويلعب بالروح والقلب ده, وزي ما انت بتقول بينسجم بسرعه ويجيب هذا الكم من الاهداف, انه يبتدي الدور الثاني ويطلع هداف الدوري, دي 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 يعني حاجه مش سهله, حاجه تحسب له. واللي عجبني فيه اكتر شخصيته ان هو هامبل, يعني ايه متواضع. ايوه مش اللي انا خدت هداف الدوري فمريح السنه دي, لا قارس مكمل السنه دي بنفس الريتم بتاع السنه اللي جايه. وسام ابو علي صفقه مهمه جدا ومكسب كبير للاهلي. يا جماعه ممكن اللقطات اللي احنا مجهزينها اللي هي اللقطات بتاعه الضغط بتاع وسام ابو علي في اول ربع